انا شايف انه اخيرا عباس يونس قدر يقنعني ياخد من المسرحيه. يا ترى الباشا قال لك موضوع؟ عارفه ان كلنا بنات. المسرحيه بتحكي عن ايه؟ مسرحيه متقنه صادقه ومثيره. اخلص. صدقت نفسك ولا ايه؟ من امتى بيتقفل عليك باب بيتوح؟ في حاجات في الماضي بس ما بتتنسيش. دخل التحيه للمسرح لتلقي فيما لا تعلم. على جثتي لو المسرحيه دي اتعملت. جرايه يا دريه. البيت غنيمه في يد السفر. لعنه على الماضي والحاضر. اللعنة على المسرح. بحبك يا بنت. حافظ الفتح. ما اعرفش انا والهجر قال. المسرحية دي ايه؟ حقيقة ولا كده؟ الاثنين. أفراح القبة من السبت إلى الأربعاء الساعة 7 مساء على CBC دراما.